السلام عليكم الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في قناة ميس نوال. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم غادي نتعرفوا في هذا الفيديو على طريقة تسجيل في القرعة لعام 2026، القرعة ديال أمريكا لعام 2026. اللي خاصكم تعرفوا في هذا الفيديو أنه إلا تسجلتوا ما يمكنش لكم إجراء التعديل بعد التسجيل، يعني الا مشيتي تسجلتي ودرتي شي خطا راه ما يمكنش لك تعدل وما يمكنش لك تعاود الترشيح. لهذا هاد العمليه ديال التسجيل نديروها ونتابعوا من الاخطاء، وحتى الا خطاتي راه ما يمكنش لك تعاود تسجل وتعاود تحط الدوسي ديالك، وحتى الا عاودتي حطيتيه غادي يتم الاقصاء ديالك من الموقع بصفه نهائيه وما غاديش تشارك في القرعه. بالنسبه للمده ديال التسجيل فهي كتبدا من 2 اكتوبر ل 5 نوفمبر، يعني عندك الوقت الكافي باش تسجل في الموقع. لهذا في الاول ما نزربوش وفي نفس الوقت ما نخليوش حتى لاخر لحظه. اول حاجه اللي خاصك تكون عندك قبل ما تبدا في هذا الموقع هذا وهي الصوره، يعني خاص تمشي عند المصور يصوب لك صوره خاصه بقرعه امريكا، وهذه الصوره هذه يفضل تكون صوره حديثه، يعني ما تكونش ديبوزيتي بها لا دوموند ولا شي قرعه ديال المره الفايته، يعني خاصها تكون حديثه. والبيكسل ديال 600 على 600 تكون مربع الشكل، وتكون اقل من 245 كيلو بايت. الا كنتي متزوج خصك دير صوره انت والعائله ديالك، والا كان الابناء تحتهما يفضل ان يكون خاصهم يكونوا تاهما معك في الصوره باش يكونوا حدود اكثر. تسجل انت والزوجه ديالك الا كان عندكم بزوجكم الباك، في حال توفركم بجوجكم على الباك فانتم الاثنان تقدروا تسجلوا باش تضاعفوا الحدود ديالكم. رابط الموقع غادي تلقاوه في صندوق الوصف. دابا غادي نبداو لي زيتاب ديال التسجيل. اول حاجه غادي نشير ليها هو انه الدخول ديالك لهذا الموقع هذا يعني لي طاب ما خاصهمش يفوتوا واحد نصف ساعه، لان الا فتي نصف ساعه غادي ما غاديش يدوز لك التسجيل. لهذا نحاولوا نسرعوا وفي نفس الوقت نفيريفيو. وهنا غادي نكليكيو على سابميت وظهر لينا هاد الشاشه. غادي نحاولوا نتعرفوا على الحروف ولا الارقام اللي كاينين في هاد لاكاز هادي ونكليكيو على سابميت. غادي ندوزو لهاد لاباج هادي، غادي نسيزيو لي نو اللي داكشي اللي عندنا حنا في البطاقه الوطنيه كيف ما هي، لاست فاميلي يعني الكينيا، والفيرست نيم الاسم، والميدل نيم حنا ما عندناش، يعني خاص ضروري تكون شي نو ميدل نيم. هنا لو جون ديال هذا سواء مال ولا فيمال. وغادي ندوزو للبيرث داي لا دات دو نيسونس. بالنسبه للرقم 4 فهو المكان اللي تزاديتي فيه، خاصنا نديرو سيتي وير يو بورن. الرقم 5 كانتري وير يو بورن، في هذه الحالة غادي نديرو مروكو. الرقم 6 كانتري واش هي إليجيبل ولا لا، غادي نخليوها يس. بالنسبة للرقم 7 فهي مرحلة ديال الصورة، هنا عندي تشوز نيو فوتو، بهاد تشوز نيو فوتو غادي نامبورتي الصورة اللي جبت من عند المصور. وهاد لوليا هذا هو اللي نقدر نلونسي ونتاكد به من الصحه ديال الصوره باش ما ترفضش ليا. اذا جو كليك على هاد لوليا اللي بالزرق هو كيعطيني لو سيت اللي فيه ليكزامبل. هنايا بليزيور اكزامبل اللي هما دايزين في هاد لو سيت، هو كان امبورتيو لا فوتو اللي انا غادي نجواني في لو سيت باش نتستيها ونشوف ونفيريفي ليجيبيليتي ديالها.
واش غادي تدوز ليا في السيت ولا لا. هنا غادي نامبورطيو لا فوتو ديال الانسان اللي هو غادي ديبوزي القرعه ديالو. هنا كيعطيك اون فيغ بلي يور فوتو از كوريكت. سي بون كنرجعو حنا للو سيت وكنديرو تشوز يور فوتو وكنامبورطيو لا فوتو من الدوسي اللي انا حاطاه فيه في البيسي. هنا لي طاب سويفونت ديال لي زادريس. هنايا لي شون ديال لادريس خاصني ضروري نسيزي لادريس تال كيلي اللي عندي في لاكارت ناسيونال. ادريس لاين 1 و ادريس لين 2 هاديك اوبسيونيل. عندي الكانتري وعندي الكود بوستال تا هو كنسيزيو. بالنسبه لادريس لين 1 كنسيزيو فيها. ادريس لين 2 الى ما كملتش ما في لو شون ما قدنيش كنكملو في ادريس لين 2. والسيتي تاون يعني المدينه اللي هي باغ اكزومبل هنا في هذه الحاله هذه كاينه كازابلانكا. وكاين العماله كانتري اللي هي عين الشق في شكل الكانتري اللي عندك في لاكارت ناسيونال هي اللي خاصك تحط تما. الكود بوستال كنمشيو لجوجل وكدير في جوجل كدير فيه الكود بوستال ديال لا بروفينس اللي انت باغ اكزومبل هنا كاين عندنا بوسكورا غنديرو كود بوستال ديال بوسكورا غيطلع لينا وغادي نسيزيو في الشون ديال الكود بوستال. اذا ما عندكش كود بوستال دير نو بوستال كود الكانتري اللي هي موروكو. هنا كنسيزيو النيفو ديال المترشح الى عنده بالنسبه للدبلوم ديالو كنديرو هاي سكول دوغري الى عنده النيفو ديال الى عنده ان دبلوم ولا هذا. المهم المينيموم كنديرو هاي سكول دوغري. من بعد عندنا سيتياسيون فاميليال. هنا في هاد الحالة عندي ان مريض سوا مريض ديفورسنت. لو نيميرو 14 هي نمبر اوف تشيلدرن العدد ديال الاطفال الى كنتي متزوج سينو كنديرو زيرو كنديرو كانتينيو. ان الا كنتي غلطتي فشي حاجه كي مونسوني عليك. كونتينيو وكيعطيك لي دوني اللي انت سيزيتي باش تفيريفي. هنا تقدر تفيريفي داكشي اللي سيزيتي وتشوف واش صحيح ولا لا وكليكيو على سابميت. هادي هي الغوسو ديال السجل ديالك. كنديرو لي برينت وبهذا كتكون كملتي لي طاب ديال التسجيل ديالك. هاد الدوكيمون هذا كتخليه عندك بور فيريفيكاسيون باش تبقى تدخل بهذا الكود هذا وتشوف واش تقبلتي ولا لا في القرعه. وكنتمنى الحظ الوفير للجميع والله ما يسر. ما تنساوش لايك واشتراك في القناه وبارطاج باش تعمل فائده ويستافدوا ناس اكثر واكثر وباش كلشي يعرف الطريقه الصحيحه للتسجيل في قرعه امريكا. والله ولي التوفيق.